سؤال لكم أيها الإخوة والأخوات، هل تعرفون عملاً يساعد على طرد النفاق من هذا القلب المتلهد؟ إنه رفع الأصوات عالياً بالصلاة على محمد وآل محمد. بوزن مقدر يدخل هذا النور فورا في روحك وبدنك والجمادات من حولك ويؤثر عليها، وبقدر ما تودع جسمك من هذا النور بقدر ما تخرج منه الأمراض. وإذا زادت كمية هذا النور بمقدار 1000 كتلة كل 24 ساعة تقريبا لمدة 10 أيام، فستلاحظ رائحة طيبة في المكان، وستلاحظ في الجسم قوة وانتظاما في الأكل والشرب والنوم، وتلاحظ في نفسك سرعة الفهم وقوة الحفظ، وستكسب قدرة في ترويض النفس بكل سهولة على أي صفة من الصفات الحسنة وترك أي صفة سيئة. وبعد كل هذا، هل تبخلون على أنفسكم بصلوات عالية تشق عمار السماء وتستجلب النور لأرواحكم وأبدانكم؟ بأسماء آيات العزاء إلى عائلة الشهيد جعفر الدرازي وإلى عموم شعب البحرين المظلوم لهذه الفاجعة الأليمة التي سلبتنا شابا في عمر الزهور، بطلا من أبطال الميدان لم يمنعه مرضه عن المشاركة المتفانية في الثورة الشعبية وبذل الغالي والثمين لأجل هذا الوطن. فلنقف جميعا دقيقة، وليس دقيقة حداد، بل دقيقة إكبار واعتزاز وافتخار لهذا الشهيد البطل ولجميع شبابنا المقاومين الأبطال، ولنقرأ سورة الفاتحة المباركة. عندما تعودون إلى بيوتكم، ولكني جلبت معي أشياء أخرى سأريكم إياها تباعا وأتحدث عنها. انظروا إليها، ما هذه؟ إنها خارطة بلادكم، وطنكم الحبيب البحرين. البحرين وليس مملكة البحرين، فنحن لا نعترف بهذا العنوان الاستملاكي، ويجب أن نرفض استخدامه رفضا قاطعا. البحرين هي أرض آبائكم وأجدادكم
ذلك؟ هل هذا الوطن لكم أم هو ملك للمحتل الخليجي؟ أهو لكم؟ إذا كان كذلك فماذا تقولون لأهل الزبارة؟ الخليفي من وطننا ويعود آل خليفة من حيث أتوا. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن هذا الوطن لا يمكن أن يكون بخير مع وجود هؤلاء القتلة، أليس كذلك؟ لأنكم تعلمون أن الحياة مع من هدم مساجدنا وحرق قرآننا وقتل شبابنا ويتم أطفالنا وهان رموزنا واستحل حرماتنا وانتهك أعراضنا هي شيء مستحيل. هل يتصور أحدكم أن العيش بعد كل ذلك ممكن مع هذا النظام الظالم؟ ولأننا نعشق وطننا فلا بد أن نخلصه من براثن هذا النظام الطاغوتي. فما هو المطلب السياسي الكفيل بتحقيق ذلك؟ الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. انظروا إلى هذا اللعين، هل رأيتم الدماء على فمه القدر؟ إنه مصاص دماء، أليس كذلك؟ ما هذه الدماء التي تتقاطر من فمه؟ ولمن هي؟ قد يتبادر إلى أذهانكم أنها دماء شهدائنا. نعم صحيح، لكنها ليست لشهدائنا فقط، بل هي أيضا لكرامتنا الجريحة التي قضمها هذا اللعين بأنياب كلابه المرتزقة، وهي دماء تنزف من جراح حرائرنا الأبية. إنها دماء كرامتهم التي هي من كرامتنا نحن. يحرقها هذا الطاغية الفاجر. ليس هذا فقط، أتعلمون أن هذه الدماء هي دموع للأمهات الثواكل والأرامل الفاقدات ودموع يتامى شهدائنا؟ فماذا تقولون لهذا المجرم الفاسق؟ للبلاد، وأي عقل سليم يرتضي استمراره مسلطا على رقاب العباد؟ لنردد هذا الشعار مجددا لأنه ليس شعارا انفعاليا ولا وهميا، بل هو من صميم قناعتنا التي لا يمكن أن تضادها فكرة سليمة. فلنردده مجددا، يا رب حمد.